لا رجوع الى الامام. يلا بن عمي ديالي، لاول مره في التاريخ ياك تتحقق واحد التوقع ديال واحد الصحفي عبيط في الجزائر سي والو، عقلتوا عليه؟ هذاك اللي قال لهم انا لو كان يلعبوا مع والو غادي نسيبورتي والو. ها هو بن عمي تتحقق النظريه الولويه، اتحاد العاصمه يلعب مع والو، ينتظرون انهم يربحوا وتعطى لهم كدا وسادين على اللعابه وكدا وما جاوش اللعابه ما دخلوش للتيران والتحليلات. واذا به لجنه المسابقات نتاع الكاف كتعطي الوالو الربح. البركه تشوفها البركه ديال مدغ، هذيك عرفوا غير الناس ديال بركان. لا دابا مدغ معروفه المغاربه وعبر العالم. الزاويه البوتشيشيه غا بن عمي فين ما كان شي واحد هكذا يعني زعما سيدي لك فيه البركه كيجي المدغ يدي البركه. تجي انت دير تلعب انت مع تلعب انت القوالب وتلعب انت التنوعير وتلعب انت الشوكير مع بركنا مع بني زنزن، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ياك ذاك المرة شباب الريف الحسيمي دار لكم التبهديلة، بغيتوا ديروا ذاك الخط خط كذا، قال عاود المندوب جا قال سيدي هذه الخريطة هذه شنو المشكل عندك فيها انت ديالك؟ لا دارك شي حاجة؟ لا ايوا زيد تلعب ولعبتوا بزز عليكم. المنتخب تاع كرة اليد لعبتو ذاك المرة ما كاين حتى مشكل، لعبتو في كأس العالم مع المنتخب المغربي بالخريطة ديالو بدون مشكل. اليوم تفتقت عبقرية الكبرانات على شي حاجة سميتها غادي نغلبو المروك من أجل سواد ابن بطوش، من أجل سواد البوليزاريو. أيا ثلاثة د القوالب. انا اللي عجبني يا ابن عمي في هذه القضيه ديال القوالب هو حفيظ الدراج فراسكم اش دار ياك، باش عرفت بان الضربه يعني قاسمه للظهر. تخيلوا معايا لاول مره حفيظ الدراجي كيدير تدوينه وكيسحبها. غتقولوا لي علاش سحبها؟ في اطار النرجسيه غنقول لكم سببه هو انا. اش غدير دابا علمتوني نتنرجس معكم في اطار النرجسيه؟ غنقول لكم سبابه اللي حيد التدوينه. انا درت لواحد التعليق وصل 2000 في نص ساعه، 2000 ديال هاها ضحكت عليه، 2000 ديال الناس في نص ساعه، نص ساعه نصف ساعه التعليق وصل 2000 هاها. لو كان بات كان غيوصل 35 40 الف هاها. انا غنقول لكم شنو كتبت له تما وشنو كتب هو بعدا. هذه في اطار النرجسيه، ولكن الا حيدنا النرجسيه الابرنوسيه كيفاش هو حيد التدوينه؟ لقى بان المغاربه يا ابن عمي العدد ديال الشامدين والطانيزين والقوالبيه اكبر بمئات المرات من هذوك اللي كانوا كيقولوا له اليسي حافظ. انتبه دايلا جدك، اغلبنا حافظ الدراجي. والله العظيم المغاربه في التعليقات وفي داك الشيء ديال كذا كذا غلبوا حافظ الدراجي، حيد التدوينه. اش كتب في التدوينه؟ التدوينه يا ابن عمي بلاتي نشوف لينا ما سكرينيتهاش، انا ما سحبيش غير حيدها، قلت خليني ندير لايف على التدوينه ديالو، غندير رياكسيون على التدوينه، حيدها وانا ما سكرينيتهاش، سكرينيت غير داك الطرف الاول فين كتبت التعليق ديالي. ايه النرجسيه خايبه شي مرات. لا والو خصني مره اخرى نبقى نسكريني. لا والو خصني مره اخرى نبقى نسكريني، نخلي الاثر. بلاتي ماشي هنا راسي ساعي طلع عليك. ايوا اجي هنا مزيان. هو باش بدات التدوينه ديالو بداها بما يلي: قرار الكافي المضحك باعتبار اتحاد العاصمه منهزمه 3-0 في لقاء الذهاب. دابا العنوان: قرار الكافي المضحك باعتبار اتحاد العاصمه منهزما 3-0 في لقاء الذهاب كذا 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 كذا. فين شديت له انا؟ انا سمعت ذاك المضحك كنت غنعلق وانا نتشغل، تشغلت مع واحد الصديق كندردش معاه في شي حويجات مهمه جدا في الخاص،
ففي الواتساب. المهم جيت انا رجعت كنلقى حيد داك المضحك. اها حيد المضحك، يعني في الاول كان مضحك من بعد ولا مبكي. ايوا قلت له هادو هما القوالب ديال البركان ابن عمي. القالب ديال البركان ها شنو كتبت له؟ ما بقاش قرار مضحك، هكا داير القالب الصحيح نتاع البركنه. في الاول يجيب الضحكه ومن بعد تولي تبكي، غير صبر السي حافظ مازال تولف وغادي يجيك عادي. اش غدير؟ السيد جاتو الضحكه، طلع معاه القلب، ثلاثه القوالب طلعوا معاه هو كيضحك. عرفتي فاش فكرني هذا حافظ الدراج؟ فكرني في واحد النكته غنعاودها لكم اخوتي، ومع احترامي للجميع اللي مع شي عائله ولا شي حاجه يجري عليهم ولا يدير الكيت. انا غنحاول ما نخسرش الهضره، غادي نلمح وفقط، ولكن النكته خصها تعاود. هاد النكته خصها تعاود، ولكن انا كنعلمكم غادي نحاول زعما غير نلمح. خصها تعاود لان حافظ الدراج يبان لي بحال هذا. نكته قديمه، دوك النكت ديال 1900 ونوضو ترقدو. النكته تقول شي وحدين كيديروا التجاره عندهم الفرغونيطات، ايوا كاين شي باراج وكانوا منعوا عليهم داكشي نتاع الخضر، داكشي ديال منعوا عليهم داك الخضر والفواكه وداكشي منعوا، كان شي قرار ديال شي حكومه شي دوله قالوا لهم ممنوع كذا 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 صافي ما كاينش. تبقى هادوك ولاو كيهربوا كيديروا التهريب ديال الخضر. المهم واحد كيهرب الزيتون، واحد كيهرب التشين، واحد كيهرب الدلاح. المهم شدوهم، شدو الاول اللي جاب الزيتون، شدو مول الزيتون قالوا الواجب عياو معاهم بالمنطا بشمتو بالبروسيات والو ما بغاوش يحشموا. قالوا لهم اذا داك الزيتون غتطلعوا معاك حبه حبه. المهم صبر لشي زيتونات مشى بحالو، دمع بكان مسكين. جا مول الليمون قالوا له ليمونه هذاك مول الليمونه. الليمونه الاولى بدا يضحك، الليمونه الثانيه بدا يضحك، الثالثة بدا يضحك ويقولوا له كيفاش انت الزمرو تضحك؟ قال لهم يا ودي راني كنشوف السي حفيظ راه جاي الدلاح. وهي هادي طلعوا مع ثلاثة الليمونات ديال بركان وهو يضحك، ثلاثة ديال التشينات بركانيات داك النافيل وهو يضحك. قال له قرار المضحك، القرار المضحك للكف، راه هذا هو القلب ابن عمي. ويلا ما كفاوكش ثلاثة ديال البرتقالات غادي طاسخ هذيك ثلاثة ديال الدلاحات وغتبقى تغوت إلا ما قطعوش سنانف. ما تدخلوا من لا والو، أنا والله ما ننزل إلا ما قطعتوش سنانف. أعتذر الإخوان ولكن هادشي اللي عطا الله. غتبقى تبكي تما تقول لهم لا والله ماني نازل أنا والله ما تحطوا السنانف وكذا 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 وكذا. ثلاثة لزيرو بالبركة ديال الشرفة وديال المغاربة الحرام، وغتجيو تلعبو وغتجيو تستقبلو معززي المكرمين. تفهمنا؟ لوطيل سانك إيطوال في السعيدية، وغتمشيو للملعب وفي اللجنة التقنية غتقولو لهم حنا ما لاعبينش، وغتنسحبوا و 3 0 وحده اخرى هي 6 0. ها وشنو غيوقع نهار الحد؟ راه غادي يجيو نهار الجمعه غادي يجيو، ونهار الحد غادي يلعبوا. هادشي كنقول لكم السعيديه ولوطيل كذا، هذه معلومات صحيحه، ماشي كنقولها غير من راسي، معلومات كاينه. في انتظار العقوبات، لجنه العقوبات. دابا دوك ثلاثة البرتقالات هادوك ديال اللجنة ديال
سميتو ديال المسابقات. عاد كاين لجنه العقوبات، اش غدير لجنه العقوبات؟ لجنه العقوبات يفترض يفترض دابا نقول لكم انا التخمين ديالي تعطيهم واحد العامين ما لاعبينش. هذا الا ما ضربت الاتحاد الفيدراليه كاع ضربها بعقوبه ديال 5 سنين. شنو هي التهمه؟ التدخل ديال السياسيين والعساكريه في شؤون كره القدم. شتي القالب اللي غيطلع مازال معاكم حافظ الدراجي؟ مازال غيطلع معاكم القالب ديال الدلاح. علاش نقول لك يضحك؟ راه مازال جاي الدلاح. لان اللي ما بغيتوش تفهموه يا عباط زباط كباط طباط، هو ان ما هو ان كانت من قوانين لم تحترم، حتى لو سلمت معك ايها الغبي، ايها اللي باغي يضبعوا في الشعب الجزائري، الناس ديال اتحاد العاصمه خدموا العقل، حتى لو سلمت معكم انه لم يتم احترام القوانين تاع الكاف ولا تاع الفيفا، من له الحق في تسجيل هذا؟ ماشي العسكر ومقلش الودنين. راه هنا درت، هنا جلستوا على ثلاثه القوالب. هنا هادشي ما كيقولوه لكمش لان خايفين من العسكر، ما يقدرش يقول راه العسكر ومقلش الودنين والمخابرات والشنقريحه وتبون هما اللي منعوا وبغاو يطبقوا القوانين ديال كره القدم في المطار. شتي القلب اللي دار لكم القجع؟ عرفكم حمير كيهضر، عرفكم ما كاينش الذكاء، وبالتالي شنقريحه بغى يطبق بنفسه القوانين تاع الكاف. إذا كانت هذه، إذا كانت بأن الكاف كذا كذا، أما القالب الأول اللي تحشى لكم هو أن ما هو ذاك المعتمد، لأن شي وحدين اش كيقولوا لهم دابا؟ كيقولوا لهم حنا غنمشيو للمروك وغنديو غنديروا هنا الخريطة ديال بوليزاريو. فهمت؟ الأغبياء. ملي العام الجاي سجلوها، العام الجاي ديروا البوليزاريو هنا وسيروا تسجلوها عند الكاف. سيروا سجلوا ديك الساعة الخريطة دير شوف سجلوا القالب كوزيمار سجلوا. راه فين 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 تحط القالب؟ هو في التسجيل وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وتم التسجيل وما كاين حتى شي حاجة اللي سميتو عليه. نضربوا عليها هذيك القهوة يا ابن عمي. إذا شنو قلنا؟ قلنا يا جدك بأن لقينا لهم دابا هر، لقينا لهم هر. دابا درناها درناها، عاودت لكم القضية نتاع الزيتون، دابا غنعاود لكم القضية نتاع مرة أخرى. أحذر بأن هذا سأحاول نعاودها لكم بال سميتو بالتلميح، باش تعرفوا بأن دابا كنديروا لهم هكا. دابا القجع كيدير لهم هكا، ماشي القجع، كلشي كلشي. دابا شتي كرة اليد المصارعة دابا ما كاين غير 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 غير. غنعاودها لكم ابن عمي وانا كنعلمكم من الديبار. هذا واحد الراعي، هاديك اخي يوسف هاديك فريو كريو. هذا واحد الراعي كيرعى في البادية، ومع 10 الصباح كيكون متكي مع واحد الشجرة كيرتاح مع 10 الصباح يوميا. مع 10 الصباح كيتكا كيتجبد مع داك 9:30 10 النهار، مع 10 بيل كينزل واحد الكائن فضائي، كينزل واحد الكائن فضائي كيقرب عنده، كيقرب عنده كينزل عند. دابا الراعي راه متكي، هذاك الروبو كينزل عنده بحال هكا كيدير له بهكا بهذا الصبع كيدير له هنا وكيرجع بحالو. نعاود لكم ليه، مع 10 الصباح كينزل كيطلع ليه، مع 10 الصباح بيب كيجي هو
كيطلع. واحد النهار داك الراعي ما كانش، هذاك الراعي ما فاهم والو. واحد النهار داك الراعي كان معصب من يرفي ما راش مزيان، هو نزل داك الكائن الفضائي قال له حبس تما، بقى تما تقربش عندي. هذاك قال له لا ما تقربش عندي نضربك. هذاك قرب عنده مع الراعي جالس، هذاك فريو كريو واقف ضربوا بين رجليه، ما دام وراه والو، ما قصحوا ما والو. قالوا ما تقصحتيش؟ قال له لا ما تقصحتش. قال له ما عندكش الاواني؟ قال له لا ما عنديش. قال لي قال له انتم الفوق ما عندكمش الاواني؟ قال له لا. قال له ما كديروش؟ قال له كنديروا. قال له كي كديروا؟ قال له كنديروا. غاتلت شهور وهو فيه وهو ما عايقش. دابا هادشي اللي دايرين هادوك. غير هاد النكته هادي غتشرح لك كاع اش واقع في هاد الماتش ديال بركان، كرة اليد، المصارعة، داخلين في اطار وهما ما عايقينش بان كنديروا لهم فريو كريو. ايوا. ومن بعد كيجيو القوالو ثلاثه اربعه جوج ثلاثه اربعه، فهمت؟ كي هزوا ثلاثه، هزوا اربعه، هزوا ثلاثه، دابا غيهزوا سته، ثلاثه مع ثلاثه. عايش غدي، عايش غدي، عينا نشرحوا عينا نفهموا. دابا بقات لهم غير دير دابا دير غير 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 وسير بحالك وخليه تما، وغيولف غيبقى كل 10 الصباح يستناك تجي دير له تي تي تي. دابا وقتاش علاش؟ باش هو يمشي. اجنو دابا باش نقلحاش دار، لاحطوه ولا ما لاحطوهاش؟ شنقلحه اليوم خرج يضرب بهم الشاو. اليوم شنقلحه خرج يضرب بهم الشاو. وقتاش ما خسر فشي محفل دولي ولا قاري مع المغاربه كيغضب ويخرج يضرب بهم الشاو. لاحظتوها؟ اقسم بالله الا لاحظتها اخوتي. وقتاش ما كلاش يضربها كيغضب، كيمشي يطلع داك المش، كيطلع داك المحارق، كيقولوا لهم المحارق في الناس الشرق، يطلع المحارق. شنو قالت مجده؟ راه عندي هنا اعتذر. صافي هنا غير كي الناس الاخوان كيقولوا لي راه راك فتي الخطوط. صافي زير. صافي الاخوان راكو هنايا كاملين، الزحلوس، ابو ريهام، الاخوان كاع غيتلقاو الامور ما فهمت. المهم اليوم ابن عمي ديالي صافي اعتذر الاخوان، اعتذر السم هو صافي ما تأنيب الضمير عاود السم الله يهديك. دابا خصني نعيط للوالد نقول له يبان لك الفيديو فيه الاحمر حيد تفرج من بوحدك. نعيط له في الليل نقول له الوالد شوف ملي تكون القضيه فيها لوغوش كيبوج عندك غير كدا دير الميوت. المشكل كي تفطر التلفازه دابا ماشي عنده التليفون، خديت لواحد التليفون هكذا تاكتيل وكذا ولكن والو ما كيعرفش يخدمه. مشكله مع الوالد والله الا مشكله تحاشم. بين مزدوجتين. واش شفتو شنقريحه خرج ولا ما شفتوش؟ شنقريحه غير ما غيجاوبكش؟ لا غيجاوبني غير الزحلوس غيجاوبني. لا الوالد عاود كنهضر معانا غير بلا مرموز، فهمت؟ الوالد انا عندي غير بلا مرموز. زعما عادي زعما ماشي هذا زعما نقدر نقولها له بطريقه مرموزيه وكاين داك التواطؤات فهمت؟ من الصغر ماشي حتى لدابا ماشي حتى كبرت. انا الوالد ديما عندي داك مع هذاك التواطؤات. والتواطؤات مهمة فهمت؟ يعني داك الشيء ديال عين شافت عين ما شافت. فين كنا؟ مشى غضبان ابن عمي بحال شي مرا غضبات من الرجل ولا الرجل غضب من المرا كيمشيو للكوزينه يهرسوا الموعد باش ما نكونش فهمت. يمشي يهرس الموعد الاكتئاب، جاه الاكتئاب. وقتاش ما جاه الاكتئاب كيمشي يضرب بالشاو. اليوم عاود خرج دار داك هكذا عاود. احنا رانا في الكره، انتم دخلتوا راسكم في الكره، درتم قلش الودنين في المطار غير على ود هذا الشيء.
دابا غيجريو على مقلش الودنين، غيجريو على صادي. هذيك القضيه نتاع صادي ديال التونيات اللي مشاو صنعوا التونيات راه ماشي نتاع صادي، والله ما الفكره نتاع صادي بالله، والله الا الجنرالات فكروا هما اللي عطاو لهم هذا البلان هذا. ما قادرينش يخليو كل حد يخدم داكشي اللي كيعرف يديرو، خصهم يحكموا في كل شيء. ايوا جي تحكم في كل شيء وطايحين مع 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 الشخشخيه. طلع عندك مزيان، شكرا. انت اجي تشوفها بن عمي، قال لك تصنيع ديال التوني. دابا شوف شنو قال لهم القران دعقلهم، شوف شوف العبقريه الغبيه ديال 1900 ضد ركدو. كيتسحب لهم دابا ملي غيصوبوا داك التوني غادي يحرجوا بركان وغادي يعطيو الطاس غتعطيهم ولا الكاف ولا. يا اغبياء، هذاك التوني غير معتمد، هذاك التوني غير معتمد. عرفتوا انت غيكون عندكم الحق نتوما الا بركان زادت شي حاجه في داك التوني اللي وقع عليه الكاف. الاغبياء الكيادر، لو 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 بركان زادت من عندها يعني كانت شي اشاره ما كايناش في داك التوني المعتمد، انا ذاك ماشي المطار اللي كيمنع. ماشي العسكر اللي كيمنع، ماشي امن ديال الدوله ولا الزمر ولا. التونيات غادي يمشيو كتسجلهم الجمارك، كدير المحضر ديالها بالنسبه للخدمه ديالها هي كدوله، تكشيد المخابرات ديالها والعسكر ديالها وكذا وكذا، وكتعلم الاتحاديه كتقول هذا الشيء هذا ما خصوش يدوزها علاش علاش علاش. الاتحاديه في الاجتماع التقني كدير التحفظ ديالها وتعلن موقفها. تفهمنا؟ ها كيفاش كدار الامور. ماشي دوز ليا سد ليا في الجمارك اجي فتش 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 كلك على التفتيش داروا لهم ولا. الجزائري العبيط 3-0 3-0 جدك ما لعبناش كاع 3-0 3-0 هكا 3-0. دابا اليوم نبكى، اليوم يا جدك البلاد، الهداف، الشروق، النهار، الحياه، كمال مهدي، قاعده، سميتو عليه، اما في اللايفات محال واش غيبانو. دابا اش غيديروا دابا؟ داك داك بالليط وزليط وبونيف، حقا بونيف فكرتوني بونيف واش قال لهم؟ غير شكون هاد شكون سماه تطع الجيه؟ خصني نعطي شي جائزه هاد الخانه هذا. اول واحد سماه تطع الجيه. والله الا خصني نعرف شكون هو نصيفطو شي كادو بالله. زيد زيد. برنوس وسليمي وهذوك راهم اللي طيحوا راهم يقولوا لي تطع الجيه. يعايرني يكتب تعليق يعايرني فيه، تعايرني في العرض نتاعي في الشرف نتاعي، تكذب عليا تالف هذا شغلك. دابا هذا كيهضر على الكذوب والتاليف والسبان، شوف تخيلوا معايا هذا المبهدل هذا. يعتبر نفسه ضحية السبان والتأليف والتلفيق، هو أكبر كذاب. أكبر كذاب وأكبر ملفق وأكبر سباب ولعان، وما كيسبش شخص واحد، كيسب الشعب كامل، ما خلى ما قال في المغاربة، ودابا كيشكي ويبكي. وي عبرني لايف صافي اوكي يلا باي. ها لا ماشي نرجس، لا شي حد قبل نرجس تطع لي شي حد قبل نرجس، ولكن خصني نقلب شكون. لا شي حد قبل نرجس اعتقد قبل. المهم غنسولو نرجس ونشوفو. لايا لا قبل، لايا قبل بالله يا. المهم الاخوان غادي نديروا دابا حنا البحث شكون هذا اللي سمى اول واحد سمى هذا
هاد المبهدل هذا هو اللي كيقولها يقدر يكون هو اللي كيقولها، يعني وشدوها عليه. لا ماشي مناصر سليمين، لا مناصر سليمين من بعد سفيان. لا لا يا لا لا يا جماعة الله يا جماعة اي المهم اللي ما بن عمي شنقريحة خرج يدير المناوشات بالمحارق. علاش تبهدل داك المره في البريكس عاود من موراها مشى خرج، داك المره عاود ما عرف مع من يا ربي عاود شي ضربه اخرى عطاوها له المغاربه، عاود فشي ديال كان 2025 فاش خرجت كان 2025 خرج من موراها بنهار خرج يدير عاود فهمتي مفتاح. اعتقد بدر مفتاحي هو اول واحد غيسميها بطاطا العجيه، انا غنتاكد من هذه القضيه هذه اللي يمكن مفتاحي هادي قدرنا لينا سمعتها قديمه هادي. المهم علينا ماشي هذا هو الموضوع دابا، من بعد نسولوا في هذه القضيه هادي. يا ترى يا حبيبي يا ترى انت فين يا حبيبي انت فين؟ 3-0 وثلاثة واحدة أخرى حيت ما غيلعبوش، ها دابا ما عندهمش لوجه فين يلعبوا، ما غادي يجي راه غايجيو دابا. الدراجي قال لهم سيروا، دابا الدراجي كيوري لهم لان عرف بان الجنرالات غيقولوا شوف فهمتي غيديروا شي فضيحه اخرى. اش قال لهم سيروا وحضروا شوف شتي شنو قال لهم. علاش حيد راه داك الشيء علاش حيد التدوينه؟ لان فيها كيعترف بان الخطا اللي دار في الجزائر كيقول لهم ما تعاودوش ديروه في المغرب. شتي هو التدوينه، خصني نقلب على التدوينه. الله يرحم ليكم الوالدين، شي واحد اللي دار لها السكرين خاي الله الا ما صيفطوها لي في البريفي. الله يرحم ليكم الوالدين، لان في داك التدوينه ملي قال لهم غتمشيو شنو ديروا شنو ديروا شنو ديروا، يعني داك الشيء اللي ما داروش في الجزائر، يعني كيعترف بان في الجزائر ما خدموش خدمه اللي خصها تخدم قانونيا. داك الشيء فهمتي كيفاش؟ كيعترف بان قال لهم غتمشيو وغديروا سميتو في